ومن الفوائد أن العلم ينسى، لكن ما هو هذا النسيان؟ النسيان على نوعين، إما الذهول وهذا لا طاقة للإنسان به فقد يذهل عن الشيء، ولذا يقول الحسن البصري رحمه الله: لولا النسيان لكان العلم كثيرا، وقد يكون بمعنى الترك، وهذا الذي يلام عليه الإنسان. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، أي ترك عهدنا.